صفه الوضوء كيف يتوضا المسلم متى انتهى الركوع بس ينوي بقلبه تهران تهران ايكم مسجد عم يسمى يسمي صنم بسم الله ثم يغسل الكفين سنه ثمان يركب بس مكرمة يتمضمض ويقال لك على الله رايت ما بدنا نسوه يا سمران انا تما يركن سيدي ما بدنا بوي سوستا يا لنا استا سياره ما تيجي اكسي ثم يغسل الوجه تما يركن بس مقصفن هل تما قصف بدن بتاع سوا كاي نيغو نامن قصف كوكو نام كاي الاول ثم يغسل اليد اليمنى تما يركن رايت ما بدت كونر باين نصدي مع المرفق فيلم بتاع من كونر با كونر باس كاسي كاسي نصدي اليد اليمنى ثم اليد اليسرى تما سما تهم باس ما بكرة فيلم بتاع وصو يوكا سين صور مستا كونر باين نصدي ثم يمسح الرأس تما يالكن بيهم بقط بعمة يبدأ بمقدمة الرأس إلى قفاه. تبتلى تظل متى شيء كلامته. ثم يعود مرة أخرى. طول ما تقع سنة. يدخل سباحتي في صماخي أذني. إكسي صار من مناسي سلة. يمسح بالإبهام ظاهرهما. فوق الله بهما ألقى نار أطفال. ثم يغسل الرجل اليمنى. ثم يالكم بس ما يلمنا. مع الكعب. نلقى مصدي. اليمنى ثم الرجل اليسرى تما يالكن واسن هذا سما طبعا نلقى نصدي الماء لابد يكون ماء قليل لا يسرف في الماء استعمل ماء كثير بقوة هكذا الماء لا إيه تربي تكسنا يلا كاتا بالمتة متى بحمتة نعم